على الدور يلا احنا هون بنمثل طاقم الإغاثة الطبية. في عنا يوم طبي لخدمة طلاب جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع كتلة المبادرة الوطنية الفلسطينية. احنا هون الطاقم بتكون من طبيب عام ومختبر وأدوية وفحص نظر على أساس أنه نقدم يعني الأدوية والفحوصات اللازمة لهي الشريحة المهمة من مجتمعنا. وإحنا باستمرار يعني نتعاون مع جامعة القدس المفتوحة مع كتلة المبادرة. إحنا اليوم طبعا عندنا يوم طبي باسم المبادرة وتجمع المبادرة الطلابي بالتعاون مع الإغاثة الطبية. هاي الفحوصات تشتمل على فحص دم، فحص نظر، فحص أسنان وطب عام. طبعا هذا النشاط أتى يعني في ظل الظروف الصعبة للطلاب، يعني الوضع الاقتصادي للطلاب متدني جدا، فأتى مساعدة للطلاب ورفع لمعنويات الطلاب. إحنا كطلاب اليوم استفدنا كتير من اليوم الطبي، وكمان يعني إنه خفض على الوضع الاقتصادي، وشكرا لهم كتير.